ما هي الفعاليات المصاحبة للمعرض سعادة العقيد؟ لدينا عدة فعاليات، أبرز هذه الفعاليات العروض الحية، سواء كانت العروض البرية والعروض البحرية التي تقام في أمام منصة المعارض في إمارة أبوظبي. كذلك لدينا منصة مختصة وفعالية تقام لأول مرة، وهي فعالية البرمجة، مسابقة البرمجة، وهي تعنى بالكفاءات الوطنية المختصين في عالم الخوارزميات والبرمجيات، وهذه يعني مسابقة ندعو الجميع للمشاركة فيها. كذلك لدينا منصة مختصة للشركات التجارية، ومنصة مختصة في الشركات الناشئة، دعوة لجميع الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للمساهمة والمشاركة في هذا المعرض، وهي فرصة يعني للجميع للاستفادة منها.